السعودية. ايوا عشنا اللي عشنا، عشنا زوينين، عشنا مزيان بخير وعلى خير. عشنا غير الله، عندهم في السعودية كاين واحد الحاجات زوينة. أول ما مشيت للسعودية حصل لي موال، مشيت نتفرج في واحد الماتش ما بين النصر والهلال في الرياض، عاد افتتحوا داك داك استاد، افتتحوه لسه في الثمانينات. المهم لله مشيت بالباص، ما كان عندي لا طوموبيل ساعتها لا شيء، مشيت بالباص في الطوبيس تا وصلت للاستاد وراجع. رجعت بالليل 11 بالليل، جات الشرطة عندي، السلام عليكم. وعليكم السلام، فين غادي؟ داروا معايا تحقيق بسيط وكذا، وقال لي يلا نركبك نوصلك. كنت احمق، انا غادي نركب في الشرطة شنو غادي يقولوا؟ قابطيني. قال لي لا غير كاب وهذا. المهم ركبني، شو تعرفي الخدمة، خدمة ركبني حتى وصل للحد ديالو، يعني السيارة ما خاصهاش تعدى داك الحدود. اتصل على واحد صاحبه قال له اجي عندي مغربي خاصك توصلوا لبيته في غبيرة. انا كنت ساكن في الرياض ساعتها في غبيرة. قال له زدت، جا هذاك خينا وركبت ودات. المهم تعرفت عليه، رجل طيب وهذا الله يحفظه. ووصلني الاخر حتى باب البيت ونزل. هذا من بين الاحداث اللي حصلت، انه الشرطة في خدمة الشعب. عندهم حركة أخرى ثانية ثانية زوينة، دابا في الطنوبيل، ها؟ إلا وقفت لك الطنوبيل وتفشات الرويضة، كيقولوا لها هو تبنشرت ولا فيها مسمار وخاصك تغير هذا، كتوقف في الجنب، ها؟ دقيقة، ما كاملاش دقيقة، توقف يوقف عندك الشرطة بالطنوبيل. شنو فيه؟ أنا نسى. ينزل هو، والله العظيم كنكلمك جد، ينزل هو ويحيي الكريك ويرفع السيارة، هو صاحب السيارة واقف. ماشي كنحكي لك قصص، أنا حصلت لي. ويغير لك الرويضة ويقول لك مع السلامة، اسمك فرصة سعيدة تتعرف عليه أصلا. يجي عندك يغير لك الرويضة، موجودة هذه في السعودية. عندك هذه القضية ديال المساعدة، يجي يسولك ويوصلك وهذا. وعندك هذه القضية سميتو نقطة التوصيل، ويجي يغير لك، ويوم الجمعة ما يوقفكش نهائيا. كان يوم الجمعة محترم، ما يوقفكش البوليسي نهائيا. عندك رخصة ما عندكش رخصة، المهم في يوم الجمعة ما يوقفكش نهائيا. الثلاث خصال عشتهم أنا، الثلاث خصال عشتهم أنا. وانا عشت في المملكة شوف شحال من عام، لله المن والحمد، ما عمر شي واحد قبطني ولا قال لي اشنو وقف، ولا سواء كانت مع العائلة ولا بدون عائلة. ويا ما خدت سيارة زملاء وما وقفونيش، وخدت سيارة. يعني الواحد يحترم القانون يحترم، اللي يحترم قانون البلاد يحترم. انا الحمد لله كنت محترم قانون البلاد ولله المن والحمد، وهذا عشت، ولهذا عشنا احترمنا قانون البلد. لهذا عشنا اكثر من 36 سنة. ما شاء الله تبارك، قولي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، وبدون مشاكل ولله المن والحمد. ما عمرهم قبطونا ولا داروا لنا مشاكل ولا درنا مشاكل، وعشنا محترمين. هي فعلا فعلا هي السعودية هي الجنة، والأرض هي الدنيا، باقي الدول هي الدنيا. بلد طيب ورب كريم، بلد طيب ورب غفور رحيم، بلد طيب ورب كريم.